الغراق يريد التدخل. تفضلي. شابة يمينة. نعم. يقال أنه هناك طرف ثالث. طلعي لي صوتك نسمعه. طلعي لي صوت. يقال أنه هناك طرف ثالث كان هو السبب في الخلاف مع الممثل علاوة. يعني يحب تقول لك كان طروازيام اللي دخل في الخلاف. هو اللي حطم الحياة. هو اللي حطم. هو اللي حطم الحياة. ما كانش منها. ما كانش منها وماشي نحشم ولا نخاف ولا ما كانش منها. هذه علاقة بيني هذه علاقة بيني وبينه. هذا الخلاف كان بيني وبينه، ما كان حتى واحد كان في الوسط، ني من جهته ني من جهتي. احنا ما تخالفنا خلاص، انا ديسيديت نخرج من الدار. ولكن الخلاف وصل كبير. خلاف احنا حكينا عليه كبير. انا قلنا باللي يعني كاين سبب كبير. ما كان حتى سبب، ولا حبيت كنت مطلقة، ولا تزوجت كنت مطلقة، ما كنتش في رقبته. خاطش أنا ضد المرأة اللي تخون، وضد المرأة اللي تكون في رقبة راجل وتخون. حاشا أنه نتهمك بالخيانة.